ملتقى الوطني الأول للزيتون بإقليم قلعة السراغنة اللي كيتنظم تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري بشراكة مع الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون والغرفة الفلاحية لجهة مراكش تنسيف الحوز. فين عندكم المديرية في طنجة؟ في هذه المنطقة اللي هي معروفة بالإنتاج ديالها وبالسوق ديالها اللي سوق وطني من المغرب كله تيجيو باش يتسوقوا الزيتون ديال العطاوية. العطاوية اللي تتمثل الإقليم ديال السراغنة كامل. علاش العطاوية؟ لأن المنتوجة لأن العطاوية جات في واحد المنطقة اللي دايرة كلها بالزيتون. تيبين الأهمية ديالها والدور ديالها في هذا القطاع اللي هو مهم بزاف. على بال ديال الزيت اللي هي ساقه الاستهلاك كاين ثلاثة انواع ديال الزيوت، عندنا في المنطقه على العطاويه وعندنا في المناطق المغرب كلهم، ولكن كنراهنوا على هذه الوحدات باش هذا العميل هذا خصو العوامل كيس خرج لنا واحد الزيت اللي هي ساقه الاستهلاك كيخرج لها السوق على برا باش يبيعها في السوق هنايا ولا على برا. ممتاز سي الزيت رقم واحد في الجوده، وبالتالي كاين جيد ممتاز المشتري الاخر المحلف. التنمية المحلية بالنسبة لإقليم قلعة السراغنة لما يديره من مدخول على الفلاح وعلى التجار إلى آخره، ويشكل مناسبة سنوية يعني لرفع الإيقاع الاقتصادي للإقليم. فيما يخص التميز هذا العام، صراحة التميز هو عدد الشركات المشاركة التي حلت بالإقليم لأول مرة، وكذلك الأهمية ديال العارضين اللي حاضرين معنا هنا وأهمية العروض التي ألقيت. فملي كنلقاو عروض على الجودة، على التسويق، على التحديات ديال القطاع، فهذو هما الأسئلة اللي مطروحة. لينا حنا كمجموعه اللي كتشتغل في المجال التجاري في الترويج وفي التسويق ديال الاليات الفلاحيه باش نتلاقاو مع اكبر عدد ممكن ديال الفلاحه بالاقليم ولا حتى بالجهه. كانت هذه إذن أجواء اليوم الثاني من فعاليات الملتقى الوطني الأول للزيتون، طبع حضور وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش رفقة والي جهة مراكش تنسيف الحوز ورئيس جهة مراكش تنسيف الحوز وعامل إقليم قلعة السراغنة، نسخة أولى لإشعاع لإقليم فلاحي متميز. نقلتها لكم السراغنة نيوز من قلبي الحدث.